أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. حلقة جديدة من برنامج ضجة على قناة الصحة والجمال، منورنا دايما. عزيزي المشاهد، معاكم برنامجكم برنامج ضجة، معانا مواهب جميلة جدا. اتفضل عايزين نسمع. الشعر إحساس جميل، كل واحد فينا بيعبر عن طريقته بالكتابة اللي هو حاببها. طبعا معانا موهبة شعر حلوة جدا، هتسمعنا شوية قصايد كده جميلة، نرحب بيهم. ونرحب الأول بأستاذ عماد ديديني. ازيك يا أستاذ عماد؟ أهلا وسهلا بيك. مؤسس ماي مزيكا باند، اهلا وسهلا. ومعانا موهبه الشعر الجميله استاذه اميره. ازيك يا استاذه اميره؟ منورانا. الله يخليكي. اول حاجه كده عرفينا بنفسك. اميره، 24 سنه، من اسماعيليه، وبحب الشعر جدا. ومعاكي كليه ايه يعني؟ تدرسي؟ تجاره. اهلا وسهلا. وبحب اقرا الشعر، وموهبتي من وانا صغيره انا بحب اكتب يعني. بتحب تكتب؟ في انواع معينه للكتابه يعني ولا شعر؟ انواع شعر معينه؟ لا، شعر عام يعني، عاميه. بميل اكتر للحاجات الحزينه. اهلا وسهلا بك. طب ممكن استاذ عماد تدينا نبذه مختصره كده عن مؤسسه ماي مزيكا بان؟ هي من اسمها، هي ماي مزيكا. هي احنا بنمزج ما بين فن المايم، هو ده تمثيل صامت، وما بين انواع المزيكا المختلفه. يعني مثلا البند بتاعنا بنمزج من المهرجان، اغاني المهرجانات، اغاني اللي هي الطربيه العاديه، الانشاد الديني، كل الاغاني، الراب. فهي البند متكون من خمس اصوات في الخمس الوان الموسيقيه المختلفه، بحيث ان في ناس مثلا بتحب الاغاني الطربيه لكن مش بتحب مثلا الانشاد الديني، في ناس بتحب الانشاد الديني لكن مش بتحب الاغاني المهرجانات. فاحنا بنستهدف ان احنا نوصل المزيكا لكل الناس، جميع الالوان يعني. تمام. جميع الالوان بالظبط، الاذواق. بتكتشفوا المواهب اللي هي الغنى مثلا؟ احنا البند ده هو بند تحت التاسيس، واحنا حاليا دلوقتي في مرحله اختيار الناس. فده اللي بيحصل حاليا. بالتوفيق دايما يا استاذ. احنا طبعا محضرينك معانا عشان احنا اساسا فكره البرنامج ان احنا بنجيب المواهب، تمام، يعني بنحطهم على اول سلمه. تمام. فانت منورنا طبعا، ومعانا شاعره نحب نسمع منها اي حاجه من اللي هي كاتباه. غيابك اثر فيا بالايجاب، حب ليك كان مرض وغيابك كان علاج، وكل حاجه وقصادها ليه، ومليون علامه استفهام حسستني في يوم من الايام وكاني مريضه او بين الحياه والموت، فبتسمع لي وبتقولي انا موجود وهفضل واكون وهنكون اصحاب. ده احنا حتى ما حصلناش. يا احلى ما فيك بلغت، يا ريتك في حياتي ما جيت، يا ريتني في يوم ما بكيت. ذنب ايه وليه انا خلتني انام واصحى بفكر بس في اجابه سؤالها ليه؟ ليه سبتني؟ ليه تخليت؟ ولما بيا حسيت ليه ما قلتش؟ ليه مشيت؟ ليه ما قلتش انك مجرد وقت، وانك مع الوقت هتبقى ذكرى احكي عنها، او يمكن لا، واكره اسمك في يوم من الايام. ودايما كلامك معايا عكس افعالك، كان ليه الف معنى ومعنى ونتايجها مش فاهمه. تحكي لي واحكي لك واشكي لك عن همومي، فارتاح جدا عادي. وساعات اختفائك طريق مقفول، كان ليه الحنيه وافضل مستنيه ان اسمع صوتك. ولما القلب فاضي خالي من المشاعر، كان ليه من البدايه الاهتمام، كان ليه السؤال. اخر شويه فتافيت حب ليك جوايا خلصت، قصتك جوايا دبلت وانطفى خلاص نورها وشوقها. وعلى قد ما هويت قسيت، وعلى قد ما حبيت نسيت كل حاجه. سبتمبر وديسمبر وفبراير والماراثون، كل حاجه انتهت. انا خفيت وقت ما انت اختفيت. ما شاء الله. طريقة إلقائك حتى حلوة يعني. حلوة. وطبعا اللي هيقدر يفيدنا في الموضوع ده الأستاذ عماد طبعا. إيه رأي حضرتك؟ تمام. هو أنا عندي تعليق بس على شكل إحساسها حلو. تمام. بس أنت عندك بس مشكلتين، مش هتكلم في الشعر خالص. مشكلة في إن أولا الواحد لما بيكتب حاجة المفروض إن هو يكون حافظها، ما يكونش بيقراها من الورق. تمام.
والمايك احنا يعني عادي مسك المايك كده ما يكونش بيتهز تمام. ده على مستوى الشكل على مستوى عماد. هو اي حد ايا كان بيبقى قدام الكاميرا طبعا بيبقى مرتبك طبعًا. فهي طبعا حافظاها بس هي لازم تكتبها عشان ما تتلخبطش برضو يعني هي متوتره. وانا بعذرها وبعذر اي حد طبعا قدام الكاميرا في اول مره او 10 مره او 20 مره برضو يعني. لكن لو جينا اتكلمنا بقى عن الكلام اللي اتقال انا مؤمن بحاجه ان الاول حطوا الاول الفن اتعمل وبعد كده القواعد اتعملت عليه. مش القواعد الاول اتعملت والفن بعد كده جه. فاحنا لو جينا بصينا على الشكل ده هو مش موزون ومقف مش مشكله خالص تمام. احنا بنكتب احساسنا. احنا ممكن نعمل احنا فن ما اتعملش قبل كده والناس بعد كده تبدا تحط عليه قواعد فدي مش مشكله. فاحنا مع يعني حتى في التيم بتاعنا او في الباند بتاعنا احنا مع ان كل واحد يعبر عن اللي جواه سواء ده على الوزن على يعني كشعر مثلا سواء على الوزن ماشي على الوزن وقافيه ماشي او على ماشي القواعد المتبعه او بره القواعد خالص. يعني احنا ممكن نعمل حاجه ما اتعملتش قبل كده ممكن يعني نعمل حاجه ما يكونش اسمها شعر يكون اسمها حاجه ثانيه غير الشعر بس المهم ان هي تكون بتعبر عن احساسنا بتوصل احساسنا بالظبط. فانا شايف ان هي وصلت احساسها بشكل كويس هي جدا. انا اللي عجبني احساسها فعلا وهي بتقول جميل. طب وده المهم. في قصيده ثانيه بتسمعها لنا هي بتكتب شعر عاميه يعني ما هو الشعر العاميه لازم يكون موزون ومقف لازم يكون في وزن وقافيه تمام. فهي انا عايز بس اسالها انت حابه تكتبي الشعر الموزون والمقفى يعني يكون يعني حابه تكتبي شعر ولا حابه تكتبي مثلا يعني شعر حر او شعر حر تمام. انا مش ماشيه على وعايز اقول لك بس هو في شعر اللي هو الشعر اللي هو الشعر اللي هو الموزون والمقفى وفي شعر حر وفي ان انت ممكن تعمل اللي انت عايز تعمله مش يعني محدش يحجر عليكي او اي قواعد تقفل دماغك يعني اعملي اللي انت عايزاه ما فيش مشكله يعني حتى لو مش عايزه تعملي شعر حر اعملي حاجه تاني غير الشعر الحر المهم تكون بتعبر عن احساسك. اتفضلي. دي انا مسميها حرب قلوب. اتفضلي. من اول مره شفتك فيها لاخر مره كلمتك فيها وانت مش داري مهم تعرف مهم تفهم انك السبب وان حبي ليك كان إجباري ما كانش اختياري وإني كنت بخير قبل ما قبلك وبسببك لقيتني بكتب فيك أشعاري غريبة تكون السبب في إنك تكون أكتر من قصيدة تتكتب ويتعمل منك ديوان شعري وإنت مش داري إحساسي ليك ما كانش عادي إحساسي ليك كان أكبر من إني أوصفه أكبر من إني أشرحه إحساسي ليك كان أكبر من إني أحس وياك بأمان مش تهيؤات لأن قلبي كان شريك بكل ما فيك حتى لحظة الوداع رفضتها وقلت عليها لأ كنت شريط فيلم في خيالي بتخيل لحظة وداعنا وإيه السبب في إنك تظهر في حياتي حلم ده ولا خيالي صدفة دي يا ترى ولا مكتوب على الجبين لكن الإجابة دايما مجهولة وانهارت أفكاري وكتماني أصبح بيطلع في الورق بسببك حبيت حاجات كتير العلاقة في أولها كل شيء جميل وأخرها شيء عجيب بإنسان بريء وقت الجد كل شيء جد أنا ما بحبش حد أنا ما وعدتش حد أنا مش مستعد طب إيه الحل قلبي وقلبك في حرب بقيت لما بشوفك ألبس نظارتي عشان عيوني منك تدارى لكنك أصبحت ذكرى. انت متحاملة قوي علينا انت متحاملة قوي علينا بعد كده ضمن الذكريات بالتوفيق يا رب بالتوفيق بالتوفيق. طب ونصيحه صغيره كده ليها يعني حضرتك نصيحه ليها ان هي تكمل في اللي هي بتحبه مهما جابوا لها يعني جابوا لها اي حد قيمه كبيره في الشعر وقال لها ان ده وحش او ان ده ما ينفعش او ان ده مش صح لا انت اعملي اللي انت حاساه كملي لو انت حابه بقى تعملي يعني تكتبي شعر اقري اكتر لو انت حابه تعملي ده اللي هو اللي متفق عليه اعمليه بس اقري فيه اكتر مش حابه تعملي ده حابه تكتبي احساسك بس اعملي ده برضه ان شاء اكتبي. الله ان شاء هو الله هو فعلا هو كلامه مظبوط هو انت لازم تكوني مؤمنه بنفسك سيبك من اللي يتقال لك كله انت هتلاقي ناس بتحاربك كتير جدا أكيد. انت هتلاقي ناس بتحاربك كتير جدا فانت لازم تؤمني ان انت تستطيعي تعملي حاجه لنفسك تمام. اعزائي المشاهدين فاصل صغير ونرجع لكم استنونا.
من أول مرة شفتك فيها لآخر مرة كلمتك فيها وانت مش داري. مهم تعرف، مهم تفهم انك السبب، وان حب ليك كان اجباري ما كانش اختياري، وان كنت بخير قبل ما قبلك، وبسببك لقيتني بكتب فيك اشعاري. غريبة تكون السبب في انك تكون اكتر من قصيدة تتكتب، ويتعامل منك ديوان شعري وانت مش داري. احساسي ليك ما كانش عادي، احساسي ليك كان اكبر من اني اوصفه، اكبر من اني اشرحه. احساسي ليك كان اكبر من اني احس بامان وياك مش تهيؤات، لا انا قلبي كان شريد بكل ما فيك. حتى لحظة الوداع رفضتها وقلت عليها لا. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومنورينا دايما، ومعانا ضيف جديد موهبة غنى. تحب تعرفنا بنفسك؟ طبعا مع حضرتك طه السيد، مقيم في بني سويف، وحاليا دلوقتي في شبرا الخيمة. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيكم. زي ما بيقولوا الغنى غذاء الروح. تمام، زي ما بيقولوا بالظبط. غذينا بقى، قول لنا أغنية حلوة كده. يعني معلش برضه، يعني احب اسمعكم اغنيه من تاليف اخويا احمد. اولا انت بتحب يعني الاغاني اللي هي ايه؟ نوع الاغاني انت بتحبها ايه؟ والله انا يعني حياتي كلها عايشه في الاغاني الحزينه، بس كله حزين كده النهارده. حزينه معلش بقى، اعذرونا. طيب اتفضل. دي اغنيه من تاليف اخي احمد، هو اللي مالفها، اخوك هو اللي كاتبها. اه، فانا هغنيها ولحنها. بتهديها له بقى؟ طبعا اهديها له. اهدا لاخو احمد طبعا. تمام اتفضل. بكتب ليكي لسه كلام، ولا يوم غبت عليا كمان. بكتب ليكي لسه كلام، ولا يوم غبت عليا كمان. صورتي جنبي وانتي بعيدة، بحكي معاها أحلى كلام. عمري ما فرقت بينا حدود، والشمس شاهدة على العهود. بكرة يجي يوم وتكوني ليا لوحدي كده على طول. لما بشوفك كل صباح، اسمع منك احلى كلام، وضحكة جميلة كده على خدك، يفضل بيها نهاري مرتاح. لما بشوفك كل صباح، اسمع منك احلى كلام، ضحكة جميلة كده على خدك، يفضل بيها نهاري مرتاح. بدعي تملي في كل صلاتي، تبقي حبيبتي وراحت بالي. بدعي تملي في كل صلاتي، تبقي حبيبتي وراحت بالي. واكره يوم زعلتك فيه، واندم وارجع حضنك تاني. واكره يوم زعلتك فيه، واندم وارجع حضنك تاني. برافو. احنا من هنا برضو بنوجه تحيه للاستاذ احمد اخوه اللي كاتب الكلمات دي. وانت اللي حاطط اللحن؟ وانا اللي حاطط اللحن. الكلام ده كان انت بتقولي كان اللي كان امبارح بالليل، وكان لسه باعتها لي على الواتس، فانا اخدتها وبهديها له. يعني بالظبط، انا بهديها له. يعني استاذ عماد، طبيعي انا برضو هقول برضو. اه لازم يعني أنا, انا انا يعني شفت ناس بتقرا الشعر بتاعها كانوا كاتبينه، ده شفته. اه لكن برضو يعني انا لسه ما شفتش خالص ان حد بيغني اغنيه من ورقه. انت لازم تكون حافظها. هو فعلا لازم انا اكون حافظها، بس حاليا اللي بيقول لك جت لي امبارح بالليل، فانا ما لحقتش ان انا احفظها. هو اكيد هيقدم لنا حاجه وصيني ان انا اقراها. تمام. عايز برضو اقول لك ملحوظه، ان الناس اللي بتشوفونا او الناس اللي لو احنا في مسرح، الناس اللي بيحضرونا مش مسؤولين خالص عن ظروفنا الشخصيه كانت عامله ازاي. هم مسؤولين في النهايه عن ايه؟ عن اللي شافوه، صح كده؟ هم شافوا ان حد بيغني اغنيه من ورقه، وده غير منطقي خالص. تمام. ممكن برضه اسمع حضرتك اغنيه من غير ورقه؟ انت لازم تسمعنا حاجه بقى معروفه من غير ورقه ولا حاجه؟ لا، ديتي اغنيه عمرو كمال اللي هي بنت الجيران، بس ايه عمر كمال بنت الجيران، بس ايه بطريقه رومانسيه شويه. طب ماشي، مش مهرجان. اتفضل.
بنت الجيران شغلال انا عنايا، وانا في المكان في خلق حواليا، مش عايز حد ياخد باله باللي انا فيه. شفت القمر سهرني لياليا، وهموت عليكي رب العالم بيا. سيبي شباكك مفتوح ليه تقفلي بهوايا، انتي قاعده معايا، عينيكي ليا مرايا، يا جمال مرايه العين. خليكي لو هتمشي ناديكي، انتي ليا انا ليكي، احنا الاتنين قاطعين. قدمها بلونه يعني. انا بقول لكم يعني مفيش، ما عندناش اي مشكله في ان اي حد يعمل اللي هو حبه. تمام، طالما هو حابب ده، طالما هو حابب يغنيها. هو خرج بره المقام الاغنيه الاساسيه. تمام، وهو محتاج يعني محتاج يسمع اكتر، محتاج يدرس اكتر، محتاج حتى دلوقتي في حاجات يعني اونلاين، يعني التعليم بيسهل، يعني مش لازم ان احنا نروح مكان متخصص او مكان مكلف. احنا ممكن ممكن انت لو 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 اشتغلت على نفسك اكتر. انت حابب اللون الطربي، يعني حابب انت تكون مطرب، مش حابب انت تكون مؤدي؟ تمام. ولا انت حابب تكون مؤدي؟ لا، انا حابب ان انا اكون مطرب مش مؤدي بصراحه. تمام، حابب تكون مؤدي، يبقى محتاج تمرن صوتك اكتر، محتاج تدرس مزيكا اكتر. لو انت كمان عايز تلحن، تمام، في اغنيه ملحنها. تمام، فانت محتاج تدرس مزيكا اكتر. تمام. محتاج تسمع المزيكا شكلها عامل ازاي اكتر. محتاج تعمل ده. تمام، تمام. بس لكن كمل. تمام، اعمل اللي انت مصدقه، اعمل اللي انت حابه. بس كصوت مش كويس، يعني كصوت حلو، كصوت كويس. ولو صوت وحش برضو، يعني في ناس ناجحه هي صوتها مش كويس. يعني في ناس موجوده على الساحه، هو لو اشتغل على نفسه وطور من نفسه هيبقى حلو جدا. يعني اي حد حتى لو صوته مش حلو حابب حاجه زي كده، طالما حاببها هيأدي فيها كويس، طالما هو مصدق نفسه. اللي بيطلع من قلبنا بيوصل لقلوب الناس. اللي بيطلع، اللي احنا مصدقينه، انت لو مصدق نفسك الناس هتصدقك. انت لو مقتنع بنفسك الناس هتقتنع بيك. بس يعني بغض النظر عن صوتي عامل ازاي، او انا كنت عايز برضو اعلق على الاغنيه اللي كاتبها اخوك. الشعر ده بقى موزون ومقفى. موزون ومقفى. ايوه. انا كنت تمام، ده موزون ومقفى. في يعني احنا ممكن حتى على مستوى الشعر، ان الواحد بيبقى فاكر ان هو هيكتب كلام فده هيطلع. لا، الشعر نفسه بيبقى ليه موسيقى، حتى لو هو مش اغنيه. يعني انا الاستاذه، رغم ان هي كان احساسها حلو وكانت كويسه، لكن ده مش موزون، ده ملوش جرس موسيقي، ده ملوش وزن، يعني ملوش ايقاع. لكن الكلام ده كان ليه ايقاع، يعني كان ليه وزن. بتحلم بايه يا استاذ؟ بحلم ان انا اكون حاجه، يعني حاجه يعني تشرف بها اهلي وكده، مش اكتر. ولو جالك دويتو مع مطرب تحب تبقى مع مين؟ يبقى مع تامر عاشور بصراحه. تامر عاشور. تمام، عشان حزين برضه. حزين، هو الاغاني اساسا هو بيغنيها من باحساس من جوه، يعني مش بيغني اي كلام بيتقال وخلاص، لا ده باحساسه من جوه نفسه. يا ربنا يوفقك دايما. ربنا يوفقك دايما. وطبعا الزماد في الساحه دلوقتي ناس كتير جدا جدا جدا، يعني بتنتهز فرصه ان الشباب عايزين يطلعوا، عايزين يبقوا نجوم، وعايزين وعايزين وعايزين. زي النجوم الكبار، يعني شايفين مثلا عمرو كمال وحسن شاكوش والناس دي كلها، والاغاني وعمرو دياب، فكلهم عايزين يبقوا مغنيين زيهم. كل واحد طبعا اكيد عنده. فالناس كتير بتنتهز دي وتنصب عليهم في طرق كتير جدا للنصب دلوقتي على الشباب. فيا جماعه خدوا بالكم من الموضوع ده. تمام، بالظبط كده. يعني احنا يعني انت في هو كمان السوشيال ميديا ساعدت اكتر في ده. ايوه صح، ساعدت اكتر في ان اي حد ممكن يدعي ان هو بيعمل ايه للشباب. يعني احنا مثلا احنا ما بنطلبش حاجه مثلا من حد ان هو تدفع فلوس في مقابل ان انت تغني او تدفع فلوس. انت المفروض ان انا بغني، المفروض ان انا هاخد فلوس، المفروض ان انا هكسب من ورا ده. حتى كمان انا يعني انا شايف ان اي حد عنده موهبه يقول لك انا مش عايز فلوس. لا، انت لازم تكون عايز فلوس. يعني لو انت بتقدم فن، صح، فن ده بس حضرتك يعني انت بتنتج لهم الالوات، صوت كويس بالشركه، بتنتج لهم الاغنيه ليهم وبتمشي معاهم. هو 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 الباند ده، هو احنا بنضمهم لباند، هو مش 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 بنقدم اصوات. كل واحد بيختار الاصوات، احنا بنختار اصوات وهم هيكونوا في تيم. يعني انت مثلا قلتي هو بيعمل حاجه حزينه، احنا هنحط الحزين ده جنب حاجه فرايحي جنب. شكرا جدا لحضراتكم، نورتونا، وبالتوفيق. بالتوفيق دايما صها، وتوفيق زماد. باذن الله تحقق حلمك وتبقى مع تامر عاشور ان شاء الله. يعني انا مؤاخذه لمقطع كلامكم، بس كنت عايز اقدم الكتاب بتاع ده، كتاب شعر لاحمد اخويا، فهو اللي مؤلفه يعني. تمام تمام، فده مجموعه من ديوان مجمع يعني شعر. بسم الله ما شاء الله. كنت حابب ان انا اشكره عليه يعني، وبارك له عليه. احنا بنشكره بحال الاستاذ احمد طبعا. في نهايه البرنامج يا جماعه
القليل كثير إذا قنعت، والكثير قليل إذا طمعت، والبعيد قريب إن أحببت، والقريب بعيد إن بغضت. شرفتونا ونورتونا، واستنونا في حلقة جديدة من برنامج ضجة إن شاء الله.